مشاهدينا مشاهدي قناه حياه كل مكان، اهلا بيكم حلقه جديده مميزه من طبيب الحياه، وزي ما عودناكم بتقديم كل ما هو جديد في عالم الطب وافضل الاطباء في جميع التخصصات وايضا افضل المراكز الطبيه. هيكون منورنا النهارده من داخل حلقه يوم الاثنين استاذ دكتور سامح صادق، استاذ جراحه التجميل بجامعه كولومبيا الامريكيه في نيويورك، وايضا دكتور نانيس راج الدين استشاري التغذيه العلاجيه. قسمنا ومستنيين كل اسئلتكم وتساؤلاتكم على الصفحه الخاصه بينا، صفحه طبيب الحياه على الفيسبوك. هنروح لفاصل صغير ونرجع مره ثانيه. مساء الخير مشاهدينا مشاهدي قناه الحياه في كل مكان، اهلا بيكم فقره جديده بجد مميزه، فقره يوم الاثنين. ناس كتير بتهتم بالجمال والرشاقة، كمان بتهتم بجمال الوجه، لأن أي عيب أو تشوه في الوش أو في الوجه بيكون باين جدا، بيكون ظاهر قوي، خصوصا بقى لو الأنف، لو الأنف فيها مشكلة بتأثر جدا على نفسية نقول المريض أو الإنسان الطبيعي سواء سيدة أو رجل بطريقة كبيرة جدا، بتأثر على نفسيته وبتخليه مكتئب أو محرج شوية من شكله. عشان كده النهاردة هنكلم عن تجميل الأنف، وجات لنا أسئلة كثيرة جدا على الفيسبوك على الصفحة بتاعتنا بخصوص عمليات تجميل الأنف، وتكلمنا عن عمليات كثيرة قوي، وتكلمنا عن قبل كده تجميل الأنف وإزاي نقدر نطمن كل المشاهدين إن هي عملية سهلة وبسيطة وكمان آمنة. وبما إننا اتكلمنا عن التجميل وبما إننا اتكلمنا عن العمليات بشكل عام، فلازم يكون معانا جراح شاطر، وإحنا مش هنلاقي ولا أشطر ولا أمهر ولا كمان دم خفيف زي دكتور سامح صادق أستاذ جراحة التجميل بجامعة كولومبيا الأمريكية في نيويورك، وأيضا الحاصل على البورد الأمريكي في جراحة التجميل. أهلا بيك دكتور سامح. أهلا وسهلا. وفعلا الموضوع مهم. صحيح. يعني الأنف لما بتكون كبيرة أو فيها مشكلة أو فيها إعوجاج أو حصل حادثة أو حاجة بتأثر جدا على نفسية المريض، فإحنا معنا مجموعة من الأسئلة وحضرتك هتجاوب لنا عليها، لان موضوع فعلا مقلق جدا. أيوة. يبتدي على طول بساميه. أيوة. ساميه بتقول ان هي عندها 20 سنه وانفها كبيره وعايزه تعمل عمليه، بس خايفه لحسن شكلها يتغير، عشان كمان هي شافت واحده صاحبتها عملت العمليه دي وشكلها اتغير خالص، فهي خايفه من الموضوع ده. حضرتك تطمنها تقول لها ايه؟ اقول لها ان اولا احنا لما بنعمل عمليه التجميل، دكتور الشاطر اللي بيعرف يعمل ازاي عمليات الانف بيعرف ازاي يختار الشكل اللي هيخلي الانف شكله احلى. بس من غير ما الناس تعرف ان هي عملت عملية. تاني شيء انه الانف هو الحاجة اللي بتحدد الشخصية، لو اتغير هيغير فعلا شكل الشخص حتى لو بقى احلى. بعض الناس مش بتتقبل ان هو بقى مش هو، ما بيشوف نفسه في المراية، بيحصل عنده نوع من الحالة النفسية اللي بتضايقه. فاحنا لازم الجراح اللي بيختار هيعمل ايه للمريض يبقى اولا عارف هو هيشيل انهي جزء من الغضروف او يحط غرزة فين علشان هيطلع الشكل عامل ازاي، وده بيجي بالممارسة طبعا، علشان في النهاية الشكل اللي يتحقق ده يبقى هو احسن حاجة قريب قوي من الشخص نفسه، ما يبعدش بالظبط. وين تطمني يا ساميه؟ يعني ايا كان اللي هيطلع النتيجه مش هيطلع شبه مناخير، يعني لا لا هيطلع احسن بكتير. لا 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 ما تقولش كده عن نفسك دكتور. بس فعلا بنشوف ناس كتير قوي والنجوم يعني النجوم اكيد مش هيستخسروا في نفسهم. صحيح. لان بتهيألي يعني وشهم ده اهم حاجه. أيوه. بنشوف فعلا شكلهم بيتغير خالص. يعني لو واحده مناخيرها كانت كبيره فعلا بتبقى صغيره، لو صغيره قوي صغيره بزياده حتى ما بتلقش على شكل الوش على ملامحها نفسها. حضرتك بيبقى عندك مثلا صوره مثلا ان انت هتبقي شكلك كده بعدين في المستقبل ولا لا؟ انت بتقول لها مثلا هشيل الجزء ده، هصغر شويه من هنا، هرفع شويه الانف من هنا، ولا بيبقى في صوره مثلا شكلك الانف في المستقبل هتبقى شكلها كده، فايه رايك لو حبينا نكبر شويه؟ ولا ما بتاخدش راي المريض اللي حضرتك بتشوفه مثلا صح او هيليق بتعمله؟ أي. هو بداية أنا شايف أنه جراح التجميل لازم يكون بيعرف يرسم، ده قناتي الشخصية. لازم يكون رسام بيعرف يرسم. ثانيا إحنا لما بنعمل ده، إحنا كان زمان في وبعض الناس ما زالوا بيستخدموا الحكاية دي، اللي هو في نوع من السوفت وير على الكمبيوتر بناخد الصورة ونغير فيها وإحنا قاعدين مع المريض وكده. الحكاية دي بطلت في أمريكا بقالها كام سنة، لأن ده بيعتبر أن أنا بوعد المريض بشيء غير واقعي، لأن دي خلايا حية الالتئام بتاعها بيختلف من شخص للتاني. احنا بنصلح الهيكل اللي جوه ونسيب الجلد الخارجي ياخد الشكل بتاع الغضروف والعظم اللي احنا غيرنا فيه. الجلد ده حضرتك ما تعرفش شكله هيبقى عامل ازاي بالظبط. اوكي طيب، نشوف سؤال شيماء. شيماء بتقول ان هي عندها 22 سنه
وعندها انحراف في الحاجز الانفي وده بيأثر على التنفس، وكل شويه بتأجل موضوع انها تعمل العمليه عشان هي خايفه من العمليه، فايه افضل حل يا دكتور؟ افضل حل ان هي تعمل العمليه. الحاله اللي عندها دي حاجه بنقول عليها paralysis of analysis، ان هي قاعده عماله تفكر وتحلل الموقف وما بتاخدش اي موقف كانها مشلوله. ده كلام فارغ، لان طول ما الحاجز الانفي فيه المشكله دي كل ما هيتكون فيه الياف اكتر فالعمليه هتبقى اصعب. المشكله الثانيه انه بيأثر على الجيوب اللي تحت العين واللون بتاع اللي تحت العين، فيخليه لون اغمق وفي بافينس او حاجه ورمه او حاجات زي دي، بتحتاج عمليه ثانيه عشان تصلح ده. وبيأثر على الجيوب الانفيه. فاحنا احسن حاجه ان احنا هي بتعمل الهوم ورك بتاعها، بتدور على الدكتور، بتشوف نتائجه، بتتكلم معاه، بتشوف ارتحاله او لا، بتشوف متعلم فين، بيعمل ايه، ولو كده بتتوكل على الله، لانه التاجيل حاجه زي دي بيخلي العمليه اصعب بعد كده. وسنها مناسب 22 سنه مناسب بالظبط. وكمان هي كمان مش حكايه بس تجميل او مظهر، ده كمان بتلاقي صعوبه في التنفس بالظبط. فده لازم تعمل العمليه. لازم يا شيماء تعملي العمليه. اسراء بتقول ان هي عندها 15 سنه وعندها مشكله في انفها ومحتاجه توسع فتحات الانف. فهل السن ده مناسب يا دكتور لاجراء العمليه، مع العلم ان هي عندها انيميا؟ طبعا احنا لازم نصلح الانيميا، مش عشان خطوره من العمليه، لانه العمليه الحقيقه دلوقتي بتتعمل بتخدير موضعي مع مهدئ وريدي خفيف، فما فيهاش اي خطوره من ناحيه البنج والكلام ده، موضوع الانيميا. والعمليه بقاش فيها نزيف، مفيش دم بينزل، بيفقد يعني. لكن الفكره كلها ان تصليح الانيميا مهم في الالتئام الانسجه بعد كده، لانه الهيموجلوبين هو اللي بيشيل الدم في قصدي الاكسجين في الدم، فهو اللي بيساعد على ان يحصل التئام. فاولا لازم نتصلح الانيميا دي ونعرف سببها ايه. 15 سنه عندها انيميا، لازم نعرف السبب. تاني حاجه ان هي صغيره دلوقتي، احنا بنحب دايما نعمل اي عمليات جراحه تجميل، ثدي، انف، ما مش عارف ايه، بعد 18 سنه يكون اكتمل النمو، متاكدين ان هو اكتمل مش هيتغير حاجه. هو مفيش خطوره اللي عملتها دلوقتي، لكن ممكن مع النمو يرجع تاني يحصل فيه تغير في الانف او كده. فبنقول دايما نستنى بعد 18 سنه وتعالج الانيميا في الفتره دي بالظبط كده. اوكي. احمد بيقول عملت عمليه من 3 ايام في الانف وظهر عنده تورم، ايه السبب يا دكتور؟ هل التورم ده هيروح ولا لا؟ هيروح ان شاء الله، هو لازم يطمئن ويبقى عارف ان نتيجه عمليه الانف بتبان اول ما الجبيره بتتشال، وبعد كده الانف بيورم. وبعد كده الحقيقه النتيجه النهائيه بتاخد من 3 لـ6 شهور. فهو لسه قدامه سكه طويله، لازم يصبر فيها. التورم ممكن بيحصل حوالين العين، وده شيء طبيعي بيحصل في 23% من المرضى. فهو يطمئن ان شاء الله هيروح، بس هو ايه لو عاد مر 3 ايام يقدر دلوقتي يعمل كمادات دافيه على منطقه العين. الورم هيمتص وكده. مفيش مثلا كريمات يا دكتور بتديهم بتضيع التورم ده اسرع؟ في انواع، بس الحقيقه انا مش مقتنع بيها. اوكي. طيب هنشوف كمان سؤال من غاده. غاده بتسال هل بيحدث نزيف دموي من الانف بعد اجراء العمليه وبتقعد لمده طويله ولا لا؟ العمليه بتاخد في حدود من ساعه لساعتين على حسب اللي هنعمله فيها. النزيف بيبقى كميه دم خفيفه جدا، ما تتعداش ال 20 سنتي. احنا في حوالي 6000 سنتي دم في جسمنا، ف 20 ده ولا حاجه يعني. مش هيأثر قوي خالص اطلاقا. لكن هو لو كان في مثلا مشكله في الجيوب الانفيه، في لحميه، في هنصلح الحاجز الانفي، ممكن الدم يزيد شويه، لكنه عمره ما بيبقى حاجه طب مخيفه. طب دكتور الدم اللي بينزل ده مفيش تعويض مثلا لاكل معين؟ حضرتك مثلا بتنصحهم باكل معين يعوض نسبه الدم اللي نزلت ولا لا؟ احنا كل المرضى بتوعنا بننصحهم ان هم يعملوا ياكلوا حاجات تكون فيها بروتين عالي جدا، لانه ده اهم شيء في الالتئام بعد اي جراحه. يعني حتى لو مش عايزين يتخانوا او حاجه زي دي يقدروا ياكلوا بروتيناته بس، مش لازم نشويات وحاجات يعني زيوت وحاجات زي كده. اوكي. دكتور بيقعدوا في البيت فتره طويله مثلا، ما يظهروش في الشمس، حتى لو عمليه بسيطه، لو حتى بنتكلم في شكل خارجي بس تجميل زي ما احنا بنقول، بيقعدوا شويه، لو هينزلوا يحطوا سان بلوك مثلا، ما يحطوش ميك اب على وشهم ولا لا، يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي جدا ويبقوا مستخدمين الملينات او الكريمات يعني؟ هم يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي تماما، يتجنبوا بس اي حاجه فيها حزق، تروح سلم بسرعه، شيل حاجات تقيله، حاجات زي دي. لكن احنا عايز اقول لك ان بيجي لنا المرضى اللي كتير بيجوا من الدول حوالينا او الخليج وحاجات زي كده، بيسافروا بعد 3 ايام وهم حاطين الجبيره والطيارات بقت عارفه والمضيفات بقت بتخلي بالها، يعني المساله بقت عادي جدا. يعني الموضوع بقى عادي جدا يا دكتور، وممكن يتعرضوا لو حد مثلا شغله في الشمس ممكن يتعرض عادي للشمس. صحيح. أوكي. صحيح. طيب اسماء بتسال يا دكتور عايزه اعمل عمليه تجميل الانف، ازاي حضرتك تضمن لي نجاح العمليه وان شكلي ما يتغيرش بعد العمليه؟
والله يا اسماء ضمان عايز اقول بقى لك ان دكتور. ده من الاسئله اللي انا بحبها قوي، لانها بتبقى دمها خفيف. بتسالني على فكره حاجات، بيجي لي مرضى بقى يسالوني حاجات بيبقى دمها خفيف ايوه، ما جدا، الدكتور دمه خفيف، وبحتاج لازم ان المرضى يا ربنا جماعه يخليك. يبقوا اتنين. الحقيقه انا معلش هخرج بره الموضوع، بس هي حاجه لطيفه حابب المشاهدين يسمعوها. كان عندي مريضه امبارح وبتتكلم على حاجه ان هي ايه نوع عشافه دهون وحاجات زي كده، وبعدين بتقول هي وزنها كبير جدا والجلد مترحل تماما. قالت لي طب انت مش قلت، بقول لها لازم شد بطن وكده، فقالت لي طب انت مش قلت ان الفيزر بيشد الجلد؟ قلت لها لحدود، يعني عارف حضرتك احنا مثلا العربيه الفيراري احسن عربيه في العالم، لكن ما تقدرش تطير تروح امريكا. قالت لي هي ايه العربيه الفيراني دي؟ طيب فيعني العربيه الفيراني دي، فانا فيعني فانا مضطر ابسط المعلومه شويه واقول لها مثلا ايه، انه يعني مخرطه الملوخيه ما تقدريش تقطعي بيها جوزك بعد ما تموتيه، يعني حاجات زي كده. فحكايه الضمان العمليه دي صعبه جدا. انا اضمن لها ان زي ما بنقول دايما ان احنا نعمل احسن جهد to the best of our knowledge، للاحسن حاجه اتعلمناها واحسن جهد عندنا بمنتهى الامانه، لكن الحقيقه دي انسجه حيه. التغيير اللي بيحصل فيها والالتئام ويمشي ازاي، ده ربنا هو اللي بيتحكم فيها مش بس مفيش ضمان، لان اي صعب حاجه جدا. ما يعني صعب اي جدا. حاجه ممكن تبوظ بعدين، اي حاجه ممكن تتصلح، بس حسب ما هم يحافظوا على. تعرفي حضرتك انجح نوع دواء في العالم اللي هو الاسبرين، ده نسبه نجاحه 77%، ده انجح دواء، لانه حاجات كتير اللي نعرف ما نعرفهاش في الطب اكتر من اللي نعرفه على فكره. اكيد طبعا كل يوم بيبقى في تقدم علمي، فقد يكون في ممكن يحصل اسباب احنا مش عارفين ايه كده، يعني حصلت ليه، ومش دايما عندنا كل الاجابات لكل حاجه. طيب دكتور سؤال من عندي بقى، في ناس بنشوفها كتير بيبقى عندها العظمه فعلا معوجه شويه بتاعت الانف، فمأثره على شكلهم، في فتحه اكبر من فتحه، في شويه المناخير واكله وشهم زي ما احنا بنقول. صحيح. دي كل عمليه بيبقى ليها صعوبتها؟ او البنج مثلا، سواء بنج موضعي ولا او كلي، ولا كل عمليه بيبقى تاخد بنج موضعي وكل عمليه بيبقى صعبه؟ احنا عارفين تجميل الانف صعب بس منتشر جدا يا دكتور. صحيح. لانها اعتقد عمليه دقيقه قوي قوي جدا جدا، واي غلطه فيها بتغير فعلا في الملامح او في الشكل بتاعت الانف. أيوه. فمثلا لو حد العظمه بتاعته بتبقى معوجه، دي بنشوفها كتير جدا خصوصا في الرجال. حوادث او بتبقى ممكن حاجه يعني عيب خلقي هو مولود بيه، دي بتبقى صعبه دكتور حضرتك تعدل العظمه دي وبعدين تجمل الانف، بعدين في الاخر بتشوف النتيجه هتبقى عامله زي، ولا لا بتبقى زي اي عمليه تجميل عادي؟ هي بصراحه بتبقى اصعب من العادي. لكن لما بنعملها زي اي حاجه في الدنيا، لما الواحد بيعملها كتير بيبقى الحكايه اسهل بالنسبه له. ما هياش سهله في المطلق، لكن الواحد بتبقى ايده ماشيه في الموضوع فيقدر ان هو يصلحها. العظم فعلا بيبقى محتاج ان احنا لما نيجي نفصل الجنبين بتوع الانف مش بنفصل عن عظم الوجنه، ده لازم له تكنيك معين وزاويه معينه وارتفاع علشان نقدر ليه حساب معين عشان نقدر ان احنا نرجع الانف في النص ويطلع الشكل مفيش فيه انحراف. طيب دكتور لو حد عمل العمليه وبعدين بعد العمليه المناخير كان فيها تورم او زرقان او حاجه وخلاص بقت كويس وما عجبوش الشكل قوي، او الانف طلعت كويسه قوي بس مش لاقيه على وشه، ايوه ممكن تعمل له عمليه ثانيه تعيد له العمليه دي تصلحها له مثلا، ولا لا بتبقى صعبه شويه؟ خلاص احنا ظبطنا الانف بس هو مش عاجبه الشكل، بتنصحه بقى ان هو يتاقلم عليها او يتعود عليها ولا لا؟ لو انا شايف ان هي فعلا ما فيهاش مشكله، طبعا بحاول انصح ان المريض ان ده كويس وانه مش محتاج يعمل حاجه تاني. لكن لو انا شايف ان فيها مشكله، طبعا احنا نقدر نعمل نصلح العمليه بعد مرور سنه. مفيش اي مشكله. بتبقى اصعب لكن بتتعمل كتير. يعني المريض مش مضطر ان هو يعيش تعيس بحاجه هو مش عاجباه. لكن بقى في حاجه لطيفه قوي، انه مرات كتيره جدا لو في حاجه مش مظبوط ممكن تتصلح بالفيلر اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده، اللي هو اسمه رادياس، اللي هو معمول من الكالسيوم. الفيلر ده رائع جدا، انه بيقعد مده طويله وبيتحول لكأنه هو نوع من الحشو او الامبلانت، فنقدر نغير بيه الشكل بتاع الانف من غير جراحه. هو بيقعد سنتين تقريبا، وكل سنتين بنعمله على 3 مرات، بعد المره الثالثه بيبقى دائم النتيجه ما بتروحش. يعني لو حد بيخاف من العمليه شويه ممكن يستخدم الفيلر؟ اصلا ممكن نعمل احنا تجميل الانف بالفيلر من غير عمليه لانواع انف تنفع. يعني مثلا مش انف مدوره كبيره، مش عارف كلام زي ده، لكن انف المعقوفه دي او اللي هي نازله كده او اللي هي فيها انحراف نقدر نصلح حاجات كتيره جدا. أوكي. بالفيلر من غير ما نعمل عمليه. طيب تمام. ولا بتقول هل يوجد تغيير في الاحساس بوظائف الانف بعد عمليه تجميل الانف ولا لا؟ يعني ممكن فعلا يبقى في صعوبه في لو حد مناخيره كانت كبيره شويه وضيقناها له، ممكن ما يعرفش يتنفس كويس زي الاول ولا لا؟ دي مالهاش علاقه. من مضاعفات العمليه انه ممكن يحصل في الفتره الاولى حاسه الشم تبقى مش مظبوط.
اول اسبوعين ثلاثه في بعض الناس، ودي حاجه نادره جدا. ولو دكتور مش بي يعني اللي هي الحاجه الفقدان المؤقت لحاسه الشم دي حاجه ممكن تحصل. الفقدان الدائم لحاسه الشم بعد اكتر من 6 شهور من العمليه بتبقى للاسف الشديد غلطه الدكتور. اه بتبقى عيب بقى في العمليه دي، بتبقى غلطه من الدكتور. اه يعني لازم بقى يعمل له عمليه ثانيه؟ لا ملهاش تصليح. ملهاش تصليح يعني يفضل طول حياته عايش كده؟ لان الاعصاب اللي هي في سقف الانف دي بيبقى حصل انها اتعملت بخشونه شديده جدا، وان احنا قربنا منها، ودي حاجه ما ينفعش. ودي بتحصل مع حد يكون مبتدئ او حد مش عارف يعني بيعمل تجميل انف وبيدخل في مجال هو مش. لا ده موضوع مهم لازم يلجأوا اكيد للدكتور مختص. لازم حد بيشتغل الحكايه دي كتير. يفضل طول عمره عايش ما يعرفش يتنفس وهو عايز اصلا يعملها تجميل. مش هو ممكن يتنفس لكن مش هيشم. اوكي. طيب رانيا بتقول، بتسال حضرتك يا دكتور، بتسمي بتسمى عمليات تجميل الانف بعمليات المخدر الجيد ليه؟ ده سؤال جميل. المعلومه دي منين؟ رانيا شاطره جدا قوي، دي مذاكره شكلها دكتوره. والله شكلها دي دكتوره. لانه احنا واحنا بنشتغل في الانف، الانف فيه اوعيه دمويه كتيره جدا. لو قعد ينزل دم واحنا بنشتغل مش هنشوف. فدكتور التخدير، بالمناسبه انا عايز احيي دكتوره شيري ورئيسه التيم التخدير اللي بنشتغل معاهم، دكتور شيري دكتور شيري نبيل والدكتور نادر والبقيه التيم والدكتور محمد حسين، فريق رائع جدا، دكتور محمد فوزي، يعني مجموعه كويسه جدا من استشاريين التخدير، اللي هو بيعرف ازاي يخلي حضرتك الضغط بتاع المريض واطي وستدي يعني في ليفل معين، ما يقعدش يطلع وينزل. فبتشوفي انت بتشتغلي في ايه، لان انا عايز اقول لحضرتك دول كام قطعه زي البازل كده صغيرين، غضروف هنا وغضروف هنا، حته عظمه كده مش عارف ايه، انت بتغيري حوالي 3 مللي في كل واحده في دول. وبترجعي تثبتيهم بورز عامله زي شعره الراس كده. فعمليه دقيقه جدا ما ينفعش فيها اي نوع من فالمريض بيبقى هادي وهم فعشان كده محتاجه فعلا دكتور تخدير شاطر جدا، ساعات يبقى اهم من الجراح. والله العظيم تخدير بيبقى ساعات مهم جدا جدا جدا. ياسر بيقول، هل في حالات ما ينفعش تعمل عمليه تجميل الانف، وهل العمليه دي ليها اي مضاعفات؟ يعني الحالات في حالات يعني عايز اقول لك ان مثلا حد ماشي على دواء سيوله لسبب ما، مش هينفع ان احنا نعمل الكلام اللي لسه بنقوله دلوقتي، هينزف كتير جدا. فمش عارف نشوفه احنا بنشتغل، فممكن النتيجه ما تطلعش حلوه. الناس اللي عندها اي نوع من الاورام او المشاكل، التهابات قويه جدا في الجيوب الانفيه، بنحب دايما انها تتعالج الاول وبعدين احنا نعمل عمليه التجميل بتاعتنا علشان التنفس يبقى مظبوط. الناس مثلا ايه، عارفه حضرتك طبعا الناس اللي عندها سكر وحاجات زي دي عادي، ما عادش في مشكله، واللي عندهم الضغط والكلام ده عادي، لان الادويه بتكنترول الحاجات دي. لكن الناس اللي عندها سيوله مينلي، دي اهم حاجه في الموضوع، عشان العمليه اصلا فيها نزيف دم. بالظبط، بس بنسبه قليله، بس فيها نزيف دم. بالظبط، لو ما عملناش كنترول ممكن يبقى نزيف قوي جدا. لان هم اصلا عندهم الموضوع ده، عندهم بالزبط. سيوله في بالزبط. في الدم. طب دكتور، العمليه دي ليها اي مضاعفات؟ احنا قلنا هي تعتبر التورم والزرقان ده مضاعفات، ولا دي اي عمليه احنا بنعملها لازم فيها تورم وزرقان؟ بالظبط، يعني دي مش مضاعفات. ايوه اوكي، دي سؤال من اسئلتك الجميله برضو اللي انا بحبها. وده لان حاجه مهمه جدا عايز برضو الواحد يكلم الناس فيها. لما حد يجي يعمل عمليه ويجي له قرايبه يطمنوا عليه، يقول لهم حصل لي مضاعفات، حصل لي ازرق وورم، ده مش مضاعفات. مضاعفات يعني مشكله. يعني زي ما اللي اتكلمنا عليه، اللي هو فقدان حاسه الشم، انحراف في مش عارف ايه، العين حصل فيها تعويره مش عارف ازاي. فاهمه حضرتك قصدي؟ دي المضاعفات. لكن ان في تورم، لكن ان السيكولي اللي هي الحاجات اللي بتحصل بعد العمليه، التطور الطبيعي للحاجه الجراحيه، ده شيء عادي، ده لازم بيحصل في اي حاجه. يعني محدش يقلق منه. بالظبط، لو في زرقان او تورم او حاجه، دي حاجات لو حد يعني بيخلع ضرسه. انا بنتي ورا الكاميرا هي دكتوره طبعا سنان. اكيد بحييها هاجر، يعني زي القمر. انا كنت عايزه بصراحه بس قلت بلاش الفاكهه بتاعت حضرتك نتكلم شويه طبي. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليها لك. اللي بيخلع ضرسه بيورم مكان البتاع، ودي حاجه بتاخد وقت. طب احنا عايزين نسالها بقى، تبقى تيجي ان شاء الله في الاسنان ونسالها بقى اخبار الدروس والاسنان ايه، تجيب معاها الدروس والنياب وكل حاجه. ربنا يخليها لك. ربنا يخليك. يعني اي عمليه احنا بنتكلم، حتى لو بسيطه،
بتعمل تورم وبتعمل زرقان، فمحدش يقلق ويفتكر دي مضاعفات، دي حاجه طبيعيه جدا وبتروح مع الوقت. بالظبط. اوكي. حد مش باعت اسمه، فجماعه عايزاكم تبعتوا الاسم والسن والمشاكل وعملتوا تحاليل ايه او التفاصيل بالظبط بتاعتكم. حد بيقول انا عندي عدم تناسق حجم الجزء العلوي مع الجزء السفلي من الانف، والدكتور قال لي لازم اعمل عمليه بس قال لي احتمال شكلي يتغير، فهل الكلام ده صح يا دكتور؟ وهل العمليه مهمه ولا ممكن ما اعملهاش اصلا؟ عملية الأنف عموما بتخضع ليه أو الحكم فيها بيكون للمريض نفسه. لو مأثرة في نفسيته لازم المريض يبقى هو عاوز يعمل العملية. الدكتور اللي يقول المريض أنت محتاج عملية أنف يبقى للأسف برضو مش أمين، يبقى بياع. لازم المريض يبقى عارف، الناس أنت تبقى عارفة كده. الدكتور اللي يقول لك لا أنت عايز تعمل الحتة دي يبقى بياع. أنت لازم تروح تقول له أنا عاوز أعمل ده فينصحك فيه. لانه احنا ما ينفعش نبيع للمريض، احنا مش بنفهم حضرتك قصدي، مش تجاره دي، ده طب. فلما يعني ممكن حد يعني الانف بتاعته تكون كبيره او فيها عيب بس هو راضي بيها. بالظبط. طب ما انت شايف انا رايح جاي اهو عادي. لا ما تقولش كده. لا ما تقولش كده. لكن الفكره ايه بقى؟ انه لو ما حصلش تغيير هو خايف ان شكله يتغير. ما احنا لازم شكله يتغير عشان يرجع متناسق. لو ما اتغيرش شكله هيقول انت ما عملتليش عمليه. لكن التغير يبقى للنورمال، احنا بنعيد الحق الانسان لاصل الشكل الطبيعي العادي اللي هو ما فيش فيه شيء ملفت او نصلح له العيب او التشوه ده دكتور. بس ما بقاش ملاحظ يعني ايه دي عامله عمليه. بالظبط. ده بص 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 جاي مناخيرها عامل او لا. بص حضرتك دي بتبقى عمليه فاشله بتاعتي. طبعا كانت لها في فتره في امريكا الناس يجوا وتقول لي ايه انت تعمل لي مناخيري بس انا مش عايز المايكل جاكسون نوز، يعني بقت مناخير مايكل جاكسون دي بقت كانها اسم لحاجه وحشه. اللي هو مش عاوزه ده، لانه فعلا الناس بقت بتخاف ان يحصل في برضو الناس بتروح تعمل في دول مثلا ايه، دي حاجه معروفه في الخليج شويه كتير بيروح يعملوا في ايران او حاجه زي كده عشان ارخص. فتيجي الناس كلها بتشوفيهم في الشارع شكل بعض. شكل بعض اللي هو كان عندهم قطعه زي بتاعه البسكوت كده، بيروح قاطعين مناخير طالعه نفس الحاجه. هي شطاره انك تعرف تطلع النتيجه كويسه كل مره. بس مش الشطاره انك تبقى تطلعها نفس الشكل لكل الناس. انت لازم تعمل لازم تعمل الشكل ده المناسب للشخص ده بانك هتشيل التشوه وهتخلي المقاسات المظبوطه زي ما الكتاب بيقول. طب ممكن مش من الدكتور، ممكن الناس حابين الشكل ده فبياخدوا الصوره كده بتاعت النجم او النجمه اللي بيحبوهم ويروحوا للدكتور احنا عايزين نبقى شكلنا كده. أيوة. ممكن بتحصل بيحصل كتير. يقول لي ناس ومعاهم الصوره ودول بشربهم شاي بالياسمين صحيح. المريض ده لازم يمشي لازم يمشي طبعا. المريض غير واقعي وبيتكلم كلام مش مظبوط. مش صح. فطبعا انا ما بحبش الطريقه دي خالص. احنا جايين نصلح مشكله، مش جايين يقول الله اصل انا عايز ابقى شبه الممثل الفلاني ده. انا شخصيا ضد انا ما بعملش الحكايه دي. تامر بيقول هل يا دكتور بعد عمليه تجميل الانف ممكن يتغير شكلي تاني؟ وهل ممكن لو حصل كده المريض ممكن يعمل عمليه تانية ولا لازم يستنى مده معينه؟ احنا قلنا عن المده بس فعلا لو حد اتغير شكله اتغير شكله قوي وهو بقى مش متقبل نفسه فالموضوع لسه عنده برضو يعني اكتئاب او بيكون زعلان. بعد سنه دكتور يعني يقعد سنه بالشكل ده ولا في حلول تانية ممكن نغير له شكله بحاجه تانية؟ احنا زي ما اتفقنا احنا نقدر نستخدم الفيلر كحل سريع ومش محتاجين نستنى سنه. لو لقينا ان الحكايه محتاجه تصليح كبير ممكن نحتاج ننتظر سنه. للاسف بتبقى سنه بايخه على المريض، لكن احنا بنحاول نعمل الحاجه المظبوط اللي تخلينا النتيجه تطلع احسن ما يكون من غير باقل المشاكل يعني. اوكي. مريم بتسال عايزه اعمل عمليه تجميل انف وعندي القدره الماليه ان ادفع فلوس العمليه وفي نفس الوقت متغاظه من المبالغه في الاسعار، عايزه اعرف ليه اسعار عمليات تجميل الانف غاليه جدا. يعني هي عندها قدره ان هي تدفع بس هي لما بتسمع من الدكاتره او من صحابها بتبقى متغاظه قوي. تقول لها يا دكتور ليه يا مريم؟ كانت اسمك على اسم بنتي الثانيه يعني، عزاني منك ليه يا مريم؟ بيعز الاسم يا مريم. لكن عموما هو انا شايف انه يعني كلام للاسف هي غاليه يا دكتور مش مظبوط. كلام مش مظبوط. يعني احنا هقول لحضرتك لما تروح تشتري عربيه رولز رويس هو في الحقيقه انها غاليه، لكن بالنسبه لرولز رويس مش غاليه. لان التكنولوجي اللي محطوط فيها وحاجات زي كده. حضرتك عارفه ان عشان حد يعرف يعمل عمليه تجميل انف لازم يقضي سنين تدريب كبيره جدا. ده عارفه ايه الاستثمار بتاع 20 سنه. يعني انا وانا عمري 23 سنه قاعد بحاول اتعلم البتاعه دي لغايه الاربعينات. الدكتور في البيك بتاعه بيبدا فعلا في الحقيقه بعد في الاربعينات. اللي هو يبقى عنده الخبره والبتاع وعمل حالات كتيره وحاجات زي كده.
فاستثمار 20 سنه تفتكري هياخد فيه كام يا مريم؟ يعني قصدي حضرتك ان العمليه اصلا هي صعبه ومكلفه والاجهزه نفسها والحاجات دي كلها، وحضرتك عشان الواحد يتعلم يعملها الكورسات كتير. والتكلفه والحاجات دي وما بينامش الليل، يعني قصه كبيره جدا. وبعدين اما بنيجي نعملها دلوقتي في تكلفه، في تكلفه مش جراح بس اللي ياخد الفلوس، المستشفى والمساعد والتخدير والمواد اللي مستهلكها والمتابعات في العياده، العياده دي فيها كهرباء وسكرتاريه وايجار، فاهم قصدي؟ يعني ده قصه كبيره جدا. ففي الحقيقه التكلفه لو هتبان ان هي غاليه. بالمناسبه احنا على فكره لما جينا عملنا السنتر وبنحط الاسعار بتاعتنا، احنا عملناها على المتوسط مش اقل حاجه، لانه اللي عامل اقل حاجه ده غالبا ما بيعرفش يشتغل الانف، واللي عامل اعلى حاجه ده حد ايه معروف اوريدي موجود احنا، وبيبقى اسعاره صعبه جدا 60 و70 الف. فاحنا عملنا في المتوسط في النص علشان نبقى احنا نقدر نخدم الناس ونعمل لهم الحاجات، بس في نفس الوقت ما نبخسش نفسنا حقنا. لان في مصاريف ثانيه يا دكتور كتيره جدا. قلت لي الاجهزه، وان الدكتور نفسه بيفضل يتعلم لغايه بالظبط 40 سنه، يعني بيفضل بالزبط. يتعلم في العمليه دي لانها صعبه قوي فعلا جدا جدا، ومنتشره برغم صعوبتها وبرغم من الناس بيبقوا مترددين او خايفين. أيوه. لكنها من اشهر واوسع العمليات اللي ممكن فعلا تتعمل سواء رجال او سيدات. أيوه. ده كمان الاطفال دلوقتي بيسالوا، احنا جالنا اسئله 15 و14 سنه يعني. أيوه. فكله عايز يعمل عمليه تجميل، مش بس تجميل كمان، ساعات بتبقى وظيفه يا دكتور. صعوبة في التنفس او مضايقاهم. انا بشكرك جدا، ربنا يخليك. ونورتنا وهاجر نورتنا كمان النهارده في الاستوديو. انا بس عايز اقول للمشاهدين حاجه قبل ما لو لقيتوا الكادرات مش حلوه ولا حاجه، ده لاني عمال اهدد الاستاذ محمود المخرج ان انا هشفطه، هو عايز الامر مش محتاج دلوقتي شفطه، بس بعدين هيجي له يوم عشان التكييف، وعايز نسمع عليه التكييف. الدنيا النهارده حر، ربنا يكون في عون كل الناس. النهارده كان منورنا استاذ دكتور سامح صادق، استاذ جراحه تجميل بجامعه كولومبيا الامريكيه بنيويورك، والحاصل على البورد الامريكي في جراحة التجميل. النهاردة اتكلمنا على كل ما يخص عالم تجميل الأنف. استنونا إن شاء الله فقرات جديدة قادمة من طبيب الحياة، احنا كل يوم معاكم من السبت للأربع من الواحدة وحتى الثانية ظهرا، وما تنسوش الإعادة الساعة الواحدة صباحا وأيضا من السابعة صباحا، وما تنسوش كمان تبعتوا لنا كل أسئلتكم الخاصة بيكم في أي مجال من مجالات الطب على صفحة خاصة بينا، صفحة طبيب الحياة على الفيسبوك. كنت معكم إنجي علاء، إلى اللقاء.